حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمة؟ المتمردين استولوا على المدينة وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطيارة وجينا على هنا. كلها يومين ثلاثة وحسين ان شاء الله هيحصلنا، بس بعد ما يطلب اللجوء السياسي لجيبوتي. معلش يا هاها، هنتقل عليك يا اخويا. لا يا حبيبتي نعم، مفيش حاجة، بس يعني ربنا ما يرزقكيش بعيل ابيض يكسر الضلمة اللي انت عايشة فيها دي. وعموما ده بيتك، واهلا وسهلا بيك في اي وقت. على رأيك يا اخويا، الواحدة مننا برضو ملهاش غير بيت ابوها. ربنا يخليك لينا. ولاد تعالوا يا ولاد سلموا على خالكم. لا بس عرفيني باساميهم الاول. هما هيعرفوك على اسمهم واحد واحد. يلا يا ولاد. كريستينا، ليلي، مهلالي، رامي، مانويلا، جلبرت. سعيد اتقبض عليه في قضية شيكات، ولاد الحرام نصبوا له فخ. ده بيت في النيابة من امبارح، كان فاكر ان هو ممكن يطلع بكفالة، لكن لقوا عليه كذا حكم، عشان كده ادوا له حبس احتياطي. انا مش عارفة اعمل ايه يا حاح. انجدني يا اخوي، ابوس ايدك انجدني. جاتنا بقى. شوف يا حاحة يا اخويا، بعد العشرة دي كلها يطلع مزمن. مزمن؟ اه مزمن مخدرات. آه. بقاله 30 قاعد من غير شغل، وطلعوه معاش مبكر اهو. عشان ايه بقى؟ عشان طلع مزمن وعامل نفسه كل يوم رايح جاي من الشغل، وطلع مزمن مخدرات زي ما انت قلت. الله يخرب بيت الازمان وسنين. ربنا يخليك ليا يا اخويا، وما يحرمنيش منك ابدا. اللي انت عملته معايا محدش يعمله ابدا. بقول لك ايه، خلي بالك من تفاحة، ما تزعلهاش منه، ده احنا ملناش الا بعض يا حبيبي. ما تقوليش كده نعمة، ده بيتك اختي، وانتي خدي بالك من حسين. هو عامل ايه معاكي؟ الحمد لله. ايوه يعني بيطلع لك ولا انت بتنزليله ولا حكايتكم ايه مع بعض؟ حكايتك ايه؟ باي باي يا حبيبي. خدي بالك من دسه الاشرار دول. حاضر يا حبيبي، اشوف وشك بخير. حبايب خالهم دول. مع السلامة. الله يسلمك. انت اللي كفايه، انت اللي هتيجي للفوق جال. والله مالك حق، انا زعلان منك، اصل ده بيت اخواتي، انا ماليش فيه والله العظيم. مش يعني رياضتنا. وبعدين يا عم انت كنت ريحت لك يومين، ده الصومان والعه والناس بتقطع في بعض. ما هي دي وانا كوي هوك هنا عشان كده بوجع الوين متمردين تجار قوي. يا راجل انضميت للمتمردين؟ اه وعليه انضمت فيه. ده مستقبلهم كويس العيال دي؟ اكيد مش كده. اه بيدوا معاشات يعني، ممكن يظبطوه كما تقدر. معاشات ده اتريات واو.